فقلت له هذه من مداخل إبليس التي لا يتفطن لها كثير من الناس. أنت تصنع خيرا، تبذل معروفا، تنفق على علماء، تنفق على طلبات، تصنع شيئا، تنفق على أرامل، على أيتام، فتقول، ترضى عن نفسك وتقول أنا صنعت كذا وربحت في كذا لأن كذا أو تفطنت في كذا وانظرك. لا 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 لا، ليس شيء ذلك من كدك. الله الذي وفقك أن تصنع، وفقك أن تبذل ولم يوفق غيرك، وفقك أن تلتفت إلى تلك ذلك اليتيم المدفوع بالأبواب ولم يوفق له غيرك. ربي سبحانه، هذه اصطفاء، اصطفاء، اصطفاك من هؤلاء الناس جميعا وقال لك أنا أريدك أن تصنع هذا الخير لأرضى به عنك. تحمد الرب على أن وفقك لهذا، ثم تحمد ربك بعد ذلك أن وفقك إلى أنك تفطنت إلى هذا. تحمد ربك على ذلك كله، أن أنت فقير بدون الله وغني بالله.